Nation. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدير كينج اوف جيمز. قلنا لكم في الحلقه الماضيه ان راح نجيب العلاج حق خويتنا ذي، فيلا نطير خلينا نشوف هذا العلاج وين مكانه بالضبط. زي ما انتم شايفين لقينا المكان اربع نبتات اتوقع او شيء زي كذا، هي مسؤوله عن العلاج لهذه الفتاه اللي قبل شوي التقينا فيها. ما ادري اذا ما شفت الحلقه الماضيه ارجع شوف الحلقه الماضيه بحيث تعرف ايش اللي قاعد يصير حاليا. فيلا ليتس بلاي خلينا نشوف وين هذا المكان المطلوب. فيلا زي ما شايفين الغابة الكبيرة بكل أنواعها وكل أنواع كل أنواعها كل حيواناتها بشكل عام. كل اللي أسويه إني أظلل حيث أعرف وين هذه النبتة. المسؤول عن التختيم بشكل عام هي القصة فقط، حيث تعرف يعني ما تقول يعني شلون هذا كذا سوالنا عندنا هنا الغابة عندك أشياء كثيرة والله صراحة، كل شيء مفهوم كل شيء واضح يعني ما يحتاج نشرح فيه حتى أصلا. أهم شيء هو دورنا في التختيم هو القصة فقط يعني لا غير. زي ما انتم عارفين بكل ألعابي أو كل تختيماتي بشكل عام كلها مسؤولة بالقصة فقط، لا يمين ولا يسار يعني. فيلا نروح للمكان المطلوب. زي ما انتم شايفين هنا النبتات وأخيرا لقيناها، عندنا أربعة. فزي ما انتم شايفين هنا مأشر لي بالأحمر عليهم، فلازم ناخذها بحيث نعالج خويتنا. ناسي اسمها والله صراحة، بعدين نحفظ ان شاء الله، بس الحين حاليا والله ناسي. اوكي طيب اخذنا النبتة الاولى. واو في احد من الخوي هنا قاعد يتمشى، فان شاء الله ما يحس فينا. اخذنا النبتة الثانية اوكي طيب اخذنا ثنتين، باقي لنا ثنتين. اوف 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 يهايط الخوي. اوف اوف خلي تهجموا علي. اوف 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 والله قتلوا الحيوان ذولي. يلا ما تخافون الله. طيب انا راح اقتلهم اصلا، بس قبل كذا خويه الثاني ذا بيعرف. شوف عرف عرف ربيته. الاداء جدا ضعيف في سهم الرمح بشكل عام، ما يقتلك بسرعه في الشخصيه. ناخذ النبتة الثالثة، وقالنا نبتة واحدة، وين هذه الوحدة؟ الله أعلم، لازم نضلل ونشوف حيث نعرف. أوكي طيب أخذنا الأشياء اللي معهم. يمديك تاخذ الأشياء أيضا اللي إذا قتلت شخصية أو قتلت إنسان، سواء إنسان أو حيوان، يمديك تاخذ اللي معه بشكل عام، أو يمديك حتى تاخذ الجثة وترميها في البحر، لكن ما عندنا وقت نسوي هالأشياء كلها. المطلوب هو إننا نعثر على النبتة الرابعة بحيث ما أضيع الوقت عليكم، ويكون تختيم جدا سريع وسلس وما يكون ممل بشكل عام. هذا اهم شيء اني ما يكون الفيديو ممل. اوكي راح تلاحظون ان التختيم راح تكون جدا جدا مده الفيديو حقه قصير، بحيث نخلص بسرعه وتنزلكم الحلقات على طول يعني بسرعه، افضل من ان ما يكون الحلقات طويله جدا ومتعبه ايضا لي ولكم في نفس الوقت، وما ممكن ما يكون عندكم اصلا وقت تشوفون الحلقه كامله. فهذا الكلام الجدي والصحيح يعني اذا تبي الجد يعني. اوكي انا اشوف التطويل بالفيديو ما اشوفه شيء مفيد جدا، خاصة في قنوات ثانية يعني قاعدة تطول المدة في الفيديوهات، ما اشوفه شيء زين جدا ان الفيديو مدة تطول عن حدها بشكل عام. ففي اكثر شيء تقريبا نص ساعة اشوفه كحد ادنى الفيديوهات. حيث ما يمل المشاهد يعني، ممكن يكون في وراه شيء وراه امور وده يسويها. كل اللي نسويه الحين اخذنا الاربع النبتات ذي، نروح لخويتنا ونعالجها. واو زي ما انتم شايفين وصلنا عند خويتنا، تفضلي هذا النبات اللي جبنا لك اياه. تي والناي شاجا تاني شلاوتا كو شلاواتا تاني اوف وش تسوي ذا؟ احنا مو نصاخ يا شيخ. دوبو ولنا ما يسقى. اوكي دوبو يعني حطه ورا او حطه في المكان الجرح بشكل عام. يخرب بيتك يا شيخ. واو واو طيب
إيه بحيث تقاوم الألم بشكل عام ما تحس فيه. إيه شي حلو. واه 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 مش قاعد يحط ذا خبيته. واه والله كذا ترى كانوا على فكرة القديمين كانوا كذا أول، فلازم تأخذ العبرة وتعرف من هاللعبة صراحة، لأن قاعد تقدم شيء جدا ممتاز جدا، وقاعد تعلمك أيضا شلون قاعد الإنسان كيف كان أيام أول قبل ما نجي حنا بشكل عام. فيا حلو شيء حلو. يلا ما أدري وش هل هو باياتر ولا لسه عنده سالفة كذا ودم في شيء متعلق بالوينجا بشكل عام وأودام بشكل عام. وأنا هي قبيلتي وينجا وايدا تو هايبادس شوان. طيب أوكي قالت له روح لمكان معين ف أوكي في شيء فتح. طيب زي ما تشوفين الخريطة أيضا مظللة كذا على السريع. هنا عندنا كرافتينج أو التطويرات بشكل عام، تطور الأسلحة زي ما تشوفين، طورنا أيضا سهم الرمح الكبير ذا اللي أخذناه أو شيء، فعندنا أشياء والله كثيرة. فأتوقع أني راح أختم، أعرف الكل راح يزعل ويقول الحلقة قصيرة جدا وش ذا، فراح تكون حلقات على طول يعني مقسمة بشكل عام، بس راح تكون مدتها قصيرة بحيث يكون سهلة لكم. كل حلقة عبارة عن مهمة واحدة فقط بشكل مختصر جدا بحيث ما نطول عليكم وتطولون علي. عموما هذا البيت هذه الأشياء كثيرة هنا، اتمنى انك تنتبه في الفيديوهات ذي اللي قاعد انزلها حاليا، راح تكون مدتها كذا قصيره بس فيها اشياء مهمه جدا. ممكن البعض اللي ما ينتبه راح يقول ما فهمت شيء او وش السالفه، وش ذا يلعب علينا ينزل فيديو كذا مدته قصير ويسحب. لا انا ما قاعد اسحب عليك، الفيديو جدا طويل فانا احاول اختصر لك قدر ما استطيع وافهمك الفكره بشكل عام بحيث ما من وايضا على اساس اسهل لي عليك في الرفع وتنزل لك حلقتين في اليوم فيكون بشكل يومي. فهذا كل شيء، نشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية، نتقل إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية، فالمهمة الجاية راح نسويها في الحلقة الجاية. فأعرف أني طولت، see you next time. Live Gas for support, Live Gas for support. Keep going. If you want to like or if you want to subscribe. مع السلامة.